راشد بارك الله فيه في سؤال الثالث يقول: هل ثبت عن أبي هريرة أنه قال: اللهم اغفر لكل من استغفر لأبي هريرة وأمه؟ أخي راشد بارك الله فيك، بالنسبة لأبي هريرة رضي الله عنه، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له ولأمه وقال: اللهم حبب أبا هريرة وأمه للمسلمين، وفي لفظ للناس أجمعين. ولذلك كان أبو هريرة يقول: لا يحبني إلا مؤمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأبي هريرة وأمه. بل قال بعض العلماء بأن ما من أحد سواء كان مسلما أو من الأمتين غير المسلمين إلا ويحب أبا هريرة، وكل من حصل في نفسه شيء تجاه أبي هريرة يراجع إيمانه لأنه عنده مشكلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لأبي هريرة ولأمه، وأبو هريرة كان من أبر الناس بأمه، كان أول الأمر يدعوها للإسلام، فكانت تسمعه شيء يؤذيه في النبي عليه الصلاة والسلام. فمرة من المرات جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين، لأنه يقول لأمه: أسلمي، وهو بار بها، من أبر الناس بأمه، فأسمعته شيء آذى أبا هريرة، فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أمي كذا وكذا، ادعو الله لها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا لها، قال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. يقول أبو هريرة: فرجعت وإذا الباب موجف، فأسمع خرير ماء، فأردت أن أدخل، فقالت: مكانك، يعني لا تدخل، كانت تغتسل. ثم بعدما انتهت قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فبكى أبو هريرة، بكى فرحا، فقد أصابت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أم أبي هريرة. فذهب يبشر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب أبا هريرة وأمه إلى المسلمين، وفي لفظ إلى الناس أجمعين. وكان أبو هريرة يقول: لا يحبني إلا مؤمن. وهذا مر علي الأثر: اللهم اغفر لكل من استغفر لأبي هريرة وأمه، مر علي، لكن من جهة يعني إجرائه على القواعد الحديثية من حيث الإسناد ما يحضرني الآن شيء يا راشد، لكن ما يبعد. وتعرف مثل هذه الآثار يعني الأصل فيها التسامح، لأنه ليس فيها شيء يصطدم مع العقيدة أو مع الأصول أو مع يعني قواعد الشريعة.